مشروع من أجل التنمية الاجتماعية انطلاقا من المحافظة على الثروة الطبيعية. إن مشروع إنشاء محمية المحيط الحيوي البين قاري للبحر الأبيض المتوسط يتم بمساهمة مشتركة بين مستشارية البيئة التابعة للحكومة الأندلسية والمفوضية العليا للمياه والغابات ومكافحة التصحر بالمملكة المغربية. وقد لقيت خطوة التعاون هذه دعماً من المبادرة الأوروبية 2000 إنترريج 3000-2006. ويسعى هذا البرنامج الأوروبي إلى تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي في بلدان الاتحاد الأوروبي وتشجيع التعاون مع البلدان المجاورة. وتتوجه سياسة حسن الجوار هذه إلى إعداد استراتيجية مشتركة تروج تطوراً اجتماعياً وإقليمياً تكاملياً مع المناطق المجاورة لبلدان الاتحاد الأوروبي. وتشكل المنطقة الممتدة من إقليم الأندلس إلى شمال المغرب مختبراً جيداً لتطوير سياسة حسن الجوار. ويندرج مشروع إنشاء محمية المحيط الحيوي البين قاري للبحر الأبيض المتوسط أيضاً في برنامج اليونسكو الإنسان والمحيط الحيوي، الذي اتسم بطابعه الدولي منذ إنشائه سنة 1971، والذي يدعم التكوين والبحث من أجل تحسين التخطيط وتدبير التراب. وفي سنة 1974 جاءت إلى الوجود فكرة محمية المحيط الحيوي، والتي تخص المناطق التمثيلية لمختلف الأنظمة البيئية الموجودة في الأرض. وتوجد حالياً شبكة عالمية لمحمية المحيط الحيوي يصل عددها إلى 482 محمية مصرح بها عبر 102 بلد. لا تعني صيغة محمية المحيط الحيوي تشريعاً خاصاً لحماية المحيط الحيوي، فهي تتسم بالمرونة وتتأقلم مع سياسات الحماية الخاصة بكل بلد، وتضفي على المنطقة المصرح بها محمية للمحيط الحيوي بعداً دولياً بفضل الدعم الذي تقدمه اليونسكو. تطوير برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في الأندلس والمغرب. بدأت الأندلس سياستها البيئية سنة 1984، وهي تتوفر اليوم على شبكة الفضاءات الطبيعية المحمية في الأندلس، والتي تشمل على 150 فضاء موزعا على 9 صيغ، أي ما يقارب 19.45% من التراب الإقليمي. وتعمل المملكة المغربية من جانبها بعزم على تكوين شبكتها من الفضاءات المحمية، منطلقة من مبادرات تشريعية كالقانون الأساسي لتقييم البيئة ومشروع القانون حول الفضاءات المحمية، الذي نجد فيه صيغة المتنزه الوطني وصيغة المتنزه الجهوي وصيغة الموقع ذو الأهمية البيولوجية والبيئية. وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي ومحميات المحيط الحيوي متجدران في الضفتين، حيث توجد محميتان في المغرب، غابة أرغان وواحات المغرب الجنوبي. وثمة في أندلسية 8 محميات تم إدراج 2 منها، وهما سلسلة جبال غراثاليما وسلسلة جبال الثلوج، في مقترح إنشاء محمية المحيط الحيوي البين قاري للبحر الأبيض المتوسط. الأسس. تشكل أندلسية والمغرب جسراً ممتازاً بين الثقافتين وتحدياً للتعاون بين أوروبا وشمال إفريقيا، وفرصة سانحة لإيجاد فضاءات للإثراء المتبادل والتنمية المستدامة والتوافق بين الضفتين. وسيساهم إنشاء هذا النموذج في إلقاء الضوء على قيمة الثروات الطبيعية والتاريخية الثقافية في أندلسية والمغرب. أهمية الجوانب الثقافية فيما يخص طرق العيش التقليدية في منطقة المتوسط والتعبير الفني. النطاق. يمتد النطاق المقترح لما يناهز المليون هكتار، ويغطي في أندلسية جزءاً من إقليمي مالقة وقادس، ويتوزع في المغرب بين أقاليم تطوان، شفشاون، طنجة والعرائش. ويشمل الاقتراح في أندلسية 12 فضاءً محمياً، وكل هذه الفضاءات مرشحة لتكون أيضاً مواقع ذات أهمية أوروبية. وهذه الفضاءات هي 4 متنزهات طبيعية: سلسلة جبال لاس نيبس، سلسلة جبال غراثاليما، لوس الكورنوكاليس والمضيق. وأربع مواقع طبيعية: فجاج غايتانس، لوس رياليس دي سيرا برميخا، وشاطئ لوس لانسيس، وسلسلة جبال كريستيينا. ثلاث صروح طبيعية: تلال بولونيا، غابة لاس إسكاليريتاس، شعب لاس بويستريراس، ومتنزها محادي لحاضرة روندا. ويتضمن الاقتراح كذلك 11 فضاء تسري عليه صفة موقع ذي أهمية أوروبية، كسلسلة جبال برميخاي الريال، سلسلة جبال بلانكا، سلسلة جبال ليخر، سلسلة جبال بلانكيا، سلسلة جبال أبدالاخي سيلا إنكانتادا ديل سور، سلسلة جبال الكاباراين إي أغواس،
نهر غواداليبين، نهر بيردي، نهر ريال، نهر غواديارو ووادي نهر خنال. ويشمل الاقتراح في شمال المغرب على 3 أنواع من نماذج حماية الطبيعة موزعة على 9 فضاءات، متنزه تلسمتان وسبع مواقع ذات أهمية بيولوجية وبيئية: جبل موسى، مدرج الجبهة، وجبل بوهاشم، بن قريش، جبل حبيب، سوق الأحد، بريكشا، ومتنزه جهوي مستقبلي. وفي نطاق محمية المحيط الحيوي البين قاري للبحر الأبيض المتوسط، تتميز مجموعة من السلاسل الجبلية، تلك التي نشأت على شكل قوس مفتوح على البحر الذي قسم المنظومة الريفية الأندلسية إلى قسمين بعد الانكسار الذي أحدثه مضيق جبل طارق. وقد شكل هذا الماضي الجيولوجي المشترك الأساس لتطور المحيط الطبيعي في الضفتين، وقد أدى ذلك إلى تكون منظومات بيئية كبيرة مشتركة على امتداد الضفتين، تتكرر فيها وتتشابه طبيعة الأحجار والجيومورفولوجية والتربة والمناخ والأنواع النباتية والحيوانية، وخصوصا غابات التنوب، وهي أشجار صنوبريات المستوطنة في هذه الناحية التي تشكل مجموعة أشجار التنوب أقصى الغرب، والتي بقيت معزولة في طوق المتوسط غداة العصر الجليدي الأخير. تطوير المشروع. وستنشأ المحمية المستقبلية في أندلسية على مناطق محمية سابقة، مما سيجعل من نموذج التسيير نموذجا نجميا سبق وأن أشير إليه في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، يضم بصورة منسجمة أدوات التخطيط، وسيسمح بتنسيق أنشطة التسيير السابقة في مختلف المناطق. أما في المغرب فستتبنى اللجنة بنية المفوضية العليا للمياه والغابات ومكافحة التصحر بالتشارك مع برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في المغرب، ومن أجل ذلك سيتم وضع لجنة للتسيير والتنسيق لمحمية المحيط الحيوي البين قاري للبحر الأبيض المتوسط. وستعمل هذه اللجنة على التنسيق الدائم مع الإدارة الجهوية للمفوضيات العليا للمياه والغابات ومكافحة التصحر في تطوان، ومع المصالح الإقليمية في طنجة وشفشاون والعرائش. وستعني خطة عمل محمية المحيط الحيوي البين قاري للبحر الأبيض المتوسط تحديد الأولويات للتعاون بين أندلسية والمغرب على امتداد المحمية. المشاكل المشتركة الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتدبيرها تدبيرا مستداما، حاجيات التنمية القروية المستدامة في المناطق المغربية المشمولة في محمية المحيط الحيوي البين قاري للبحر الأبيض المتوسط، متطلبات السياسات البيئية، التعاون والمبادرات عبر الحدودية. وستكون خطة العمل هذه المنبنية على الأولويات المحددة بمثابة المنطلق لاقتراح التعاون في 3 وجهات للعمل: تعزيز محمية المحيط الحيوي بين القاري للبحر الأبيض المتوسط، التنمية المستدامة، وإدماج الساكنة. يسعى هذا الاقتراح لمشروع التعاون لتطوير خطة عمل محمية المحيط الحيوي بين القاري للبحر الأبيض المتوسط إلى أن يكون أداة للتعاون بين الإدارات الإسبانية، الأندلسية والمغربية لتنمية وترسيخ محمية المحيط الحيوي بين القاري للبحر الأبيض المتوسط بالاعتماد على الانتفاع المستدام من الموارد الطبيعية في المنطقة كمحرك التنمية الاجتماعية الاقتصادية والمحرك لتحسين مستوى العيش لسكان المنطقة. استراتيجية لدعم التنظيم الترابي والمجتمعي في شمال المغرب، استقرار الساكنة في الوسط القروي، أداة للتنظيم المتماسك للمجتمع المدني مع تجاوز مسألة الجنس، دعم التنمية بالتساوي بين الرجل والمرأة والطفل. ينبغي أن تساهم محميات المحيط الحيوي في الحفاظ على القيم الطبيعية والثقافية وصيانتها بالاعتماد على تدبير مستدام قائم على الأسس العلمية السليمة وعلى الإبداع الثقافي، والشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي على النحو الذي تشتغل به حسب مبادئ استراتيجية إشبيليا لهي أداة إدماجية قادرة على المساهمة في إيجاد تضامن أقوى بين شعوب العالم.